يومي تلات يومي تلات ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي. تعال شوف لهون، تعال شوف وين فايتك طمغم على المطبخ وين اللي شو؟ خير يا بي بدك شي؟ شو هذا اللي حامله بيدها؟ امي وصلتني عنية زيت كاز. هلا شو بدها امك؟ شو بدها امك بزيت كاز من وش الصبح؟ شو بدها يعني؟ شو بيعرفني؟ لك يخرب عقلها هالمرة شو مبحترة؟ من وش الصبح بتفز على صرف المصاري؟ ما بتقدر ما بتقدر بتنعل بتمرض إذا مر شي صباح وما صرفت فيه مصاري. لا غطي القنينة أنت تاني، غطي القنينة بيطيها زيت كاز حقه مصاري مو ببلاش. بشو بدي غطيها؟ بشو بدك تغطيها؟ اقعد على المطبخ ابام، اقعد على المطبخ وغطي القنينه بشيل القنينه ابام. ولا وينك؟ انت الك اصبعها مثلنا ولا ما لك اصبعها؟ الك اصبعها تحاشي اصبعتك بتم القنينه بيطيها زيت كاز حضر حقه مصاري تطلع. حاضر. عظيم ما شاء الله عليك، شو موجب ومؤدب. حاضر. ابن عبيد يا ابن عبيد لك عندي فطور. ايه جيت. ابي سديها قوام احسن ما يطير الزيت كازات. هات لشوف هات. حكم اذا طار منها شوي بيطير عقل ابوك. منين جبتها انت؟ من عند ابو قاسم. لك ام رامز وين الفطور؟ شو صار في؟ طلع عجزاني شعب. ايه يلا يلا جاي. ليش هيك انت باجوقك عريض؟ خود امي خود. ودي السفرة وأنا بلحقك بالحليبات. روح لشوف أمي روح. الله يرضى عليك. صرت اكل تنتين. بتتدبر معك امي، دبرها خود. يسلم ماما. ماما؟ شو هي ماما؟ طول عمرك بتقول لي ياما. هيك علموكم بالمدارس تدبرني؟ لك شو ما عندك مدرسة انت اليوم؟ ما عندي. قوم تطلع على مدرستك. حاجتك اكل عرق السقف. يو اسمعوا على السمعة، خلي الصبي ياكله لقمتين قبل ما يروح. مالك شايفني شلون ذهنه مطمس من كتر الاكل؟ اتركها البطيخة، اتركها البطيخة من ايدك توسع على مدرسة. خلصنا بقى. انو بطيخة؟ قصدي بيضة. انو بيضة؟ هاي؟ ها؟ يا عم بلبو حدا بياكل بيضة بلقمة وحدة؟ بتعرفوا قديش كرتونة البيض حقها اليوم يا سيد رامز؟ يو شو بعرفه؟ معلوم ما بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان أكل البيضة بلقمة وحدة. ليكو التاني ليكو، يعني إذا أكلها بلقمتين بيرخص حقها؟ بدكم شي؟ أنا رايح على المدرسة. استنى لشوف. الموجه بعت لي خبر حتى أروح لعنده على المدرسة، بتعرف شو بده مني؟ بجوز بده يتشكرك لأنك خلفتني. تقبر قلبي شو مهضوم يا رامز، ليكون بده يعطيه شي مرحة. إي مرحة بمرحة، هذا وشو مش مرحة؟ قوم تيسر على مدرستك، قوم بعد شوي أنا بلحقك، قوم يلا خلصني. خاطركم. الله معك. الله معك تقبرني. أخذ بيضة ثانية. هات خواص. رخو الحليب رخو. خلطي ما يجي انت؟ اي ما مدت ايدي عليه، غليته مثل ما هو. مغشوش حليب مغشوش. لك 100 مره انا قلت لي غيري الدكنجي غيري الدكنجي غيري الدكنجي، ما كنت تغيري هيك مخك انت. لا امي ما بدك. صرت مغيره 20 دكنجي كله اضرب من بعضه. صرنا باخر وقت يا عم رامز، صرنا باخر وقت ما في كلام منه. شو عرفك؟ مبينه من هالغش اللي حوالينا. فظاعة ما عاد حدا استحى ولا عاد حدا ابتدع، وصار الغش حولنا وحوالينا فوقنا وتحتنا. ولك الحليب واللبن عم يكسروهم بالمي، عم يكسروهم. زيت الزيتون عم يخلطوه بزيت الي. لك البنزين لا تروحي بعيد ام رامز، البنزين عم يخلطوه زيت كاز، والزيت كاز والماسط نص المي.
البن مخلوط بقضامه محمصه، الزعتر كله خبز، يابس ومطحون كمان، لكن بدنا دوره بدنا دوره بدنا دوره. عم يعطوها هرمونات حتى تكبر، والفراريج عم يدقوها ابر مي ليزيد وزنها، والبطيخ هلا رح تفتح لي نفس الموشح تبع كل يوم؟ يعني نحن شو طالع بايدنا نعمل؟ فعلا يا ام راميس، فعلا ما بيطلع بايدنا نعمل شيء. لكن بايام زمان كان الغشاش يضربطوه بنص السوق وتمرق هالناس وتبزق عليه. إلا كان الغشاش الله ما بيحبه بعد اسمه، ولازم يتعاقب وينردع. عم اقول لك، لك انا عم اقول لك حلاوه ما لاخي، والله ما لاخي. إلا كان لك حلاوه شاميه، إلا كان معمل سعاده اخي يهودي عنا. إلا كان شرش حلاوه، شرش حلاوه اصلي وطحينه ملوكيه. اي والله لك اخي، هي غلطتك انت، غلطتك انت، لك غلطتي انت. تقسى شيء ما تقسى ايها. راح تحكم لما بتدوقها. انا راح ابعث لك عيني محفوظي، ايه، واكيد راح تدعي لي. وينك ابو عبدو؟ الله يرضى عليك، بكي بتبعث لي محفوظي هالالف ليره اللي بقيت مع حساب الجمعيه الماضيه؟ ايه بحساب عني. نعم، بعد يومين؟ ايه مو مشكله، بعد يومين يومين يعني. ايه قال لي ابو عبدو والله معك مع السلامه. يا فوزي، وين يا فوزي؟ نعم معلم. شو عم تسوي شو انت؟ عم باجي العجنة معلم. اترك كل شيء ميلك، تعال هون اوامي، اوام تعال هون. حاضر. نور معلم. تاخذ لي هالعينة من هالطبقة جديدة لأبو عبد العربيني. أبو عبد العربيني؟ إيه إيه إيه. جارنا، عرفنا حلو؟ إيه إيه بعرفه بعرفه معلم. إيه، روح متل طائرة هوا. توصل له الطبخة هي وترجع، لا تروح هيك وهيك، روح هيك وهيك لأنه أنت. حاضر معلم. فهمت؟ حاضر. أبو عبد الله يطعيك أبو عبد. أبو عبد العربيني. أبو عبد العربيني. أهلين أهلين رامي. السلام عليكم. عليكم السلام وكا. لك شو مساوي أنت؟ أنت شو مساوي أنت يا؟ شو مساوي؟ ما مساوي شيء. ماكو مساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت على المدرسه تاعك، رحت على المدرسه تاعك وشفت الموشه، بتعرف الموشه شو قالني بتعرف؟ منين بتعرف؟ طبعا ما بتعرف، كلكم خشمة لما 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 بتقع بالزلم. كمشوك كمش اليد وبالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكره. الله وكيلك ما دخلني، رفيق اللي قدامي اللي حش الراشيتا من تحت المقعد. وعلى فرض وعلى فرض انه هو اللي حش لك الراشيتا. انت انت ليش لحتى تفتحها؟ إيه ما بدي اعرف شو فيها. ولك انا اللي 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 شو بتطلع بالدنيا؟ بهالدنيا كلياتها شو بتطلع انت بابا؟ بقول لك الغش والغشاشين يا اخي، ما بحبهم ما بحبهم، وعم بدعي لربي ليل نهار ينجينا من الغش والغشاشين. يخرب بيتك. الله وكيلك يا يابي، والله اساتذه كلهم متحططين علي وعم ينطروني على وحده. متحططين عليه؟ اساتذه هلا هلا ملا وغيرك يتحططوا عليه؟ حطوا حطامك الهي قدامك، قدامك حطوه. يا فوزي تعال لك يا هون، تعال. خير معلم؟ خذ الحبله واربط لي الغشاش جوا على المعجنه، على المعجنه اربطه. خير ان شاء الله. شو عامل؟ شو عامل؟ عم يغش بالامتحان. بسيطة بسيطة معلم، انا بتشفع له المرة. لك شو بتشفع له؟ خلاص بدا، قسما بالله بربطك جنبه انت الثانية. لا 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 دخيلك يا معلم، امشي. اوعى فوزي ها؟ تندم عم اقول لك اوعى. امشي. شرف رمز افندي، شرف. لك يا فوزي لك، وين الصحبة؟ لك اعطيني هالمحروستين. لك شو؟ لا تقص لا تقص الحبة. لك لا تقص، بعدين بقول له لأبي انك عم تاكل كل يوم كيلو حلاوي. ها والله. لك شو عم تعمل؟ عود حبيبي عود، عود على الكرسي. كلكم علي ما ناوني. حتى انت يا فوزي. لك عن جد والله. كان عن مزاج. انا برجيك. اوعك فوزي، اوعك ها، اوعك تفكه، قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم، يا ابني فكه فكه لا تفكه. حاضر معلم حاضر. شو هالظلم هاد يا؟ شو انا اول واحد بغش بالامتحان؟ ام راميز، ام راميز. نعم. شو نمتي؟ ايه نمت. قومي لكان الله يرضى عليكي، نطي على المطبخ جيبي لي كاسه مي. يو عم بقول لك انا نايمه. لك شلون نايمه؟ شلون نايمه وعم تحكي وعم تحكي معي لك؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحده بتحكي وهي نايمه؟ انا عم بحكي وانا نايمه. هلا رح تقومي على المطبخ ولا شلون؟ لا مالي قايمه. ليش بقى مالك قايمة؟ لأني أنا زعلانة، زعلانة على ابني اللي حش لي بالمعمل دون شفقة ولا رحمة. شلون إلك قلت تتركه هنيك؟ شلون؟
يا لطيف يا لطيف، شو قلبك قاسي؟ بيستاهل لانه غشاش. اذا كان وانا اكره شيء عليه بالدنيا، شو اكره شيء عليه بالدنيا؟ الغش والغشاشين. بكرهن بكرهن الغشاشين. انا بخليه يتربى من صغره احسن له. هلا لانه تنقل له كلمتين بالمذاكره صار مجرم وغشاش؟ هلا هيك انا هيك اخته انتي اخته لمرائي؟ لا ماني اخت مرائك. اذا هيك تفضل لحالك روح على المطبخ اشرب لك. انا ابوه ليش رحت ما اقوم؟ يعني شو رح يصير لي؟ يعني رح تطلع لي الغوله بالمطبخ؟ الحمد لله يلي مالي مكرسح ولادي اعرج، بس تضرب حاجه الرجال للمره تضرب ما بشعر. ابرمز دخيلك الحقيني يا ابرمز. ابرمز دخيلك الحقيني. لا سيخ نار مفاتح لي. شو شربت انت؟ لا حدا يدحني، لا تدحيني منوب. لا حدا يدحى؟ ليش مين في غيري بالبيت؟ ابنك محبوس بالمعمل الله يعينه. لك قل لي شو شربت؟ زيت كاز. شو بدي اشرب يعني؟ طبعت لي حمى على هالنزوة. انا الحقاري في زيت كاز على الطاولة بالمطبخ بالنهار ولي على قلبي يا ابو رامز. الله يخليك دخيلك سامحني يا ابو رامز. سامحك؟ دبريني بعدين بسامحك. يلا رح اركض جيب الاسعاف. انا اوعك كل شيء للاسعاف. اوعك ها لا حدا يطلب لي سيارة الاسعاف. بموت دغري اذا شوف سيارة الاسعاف. لا حدا يسعفني منوب. مين الحدا؟ ليش في غيري وغيرك هون؟ الله يعينه ابنك ملحوش بالمعمل لحاله ولي على قلبي ان شاء الله. لك ابو رامز ولا تربط الدياتي، شو بدي اعمل؟ اركضي على راس حالك. فيق الدكتور كمال وجيبي له هون اوامي. الدكتور كمال مسافر برات البلد. راح اموت يا برامج. لساتك واقفه هون؟ برامج دخيلك دبريني. برامج يا ربي شو بدي اعمل؟ لو كان ابننا رامز هون كان نقلنا 100 حل. لك قومي اركضي على شي صيدليه وجيبي لي شي دواء. يا مصاريني حاسس وين راح يتقطع. طيب وشلون بدي روح لحالي بنصاص ليالي على الصيدليات؟ مين راح ياخذ فيك يعني؟ خلصيني راح اموت. يلا راح احط شي واقع على بدني واركض. ها برامز اذا شفتي من برا بلقيتيني مسلمه. بعيد الشر عنك، شو هالحكي هذا؟ اسمعي شو عم اقول لك. اذا رجعتي ولقيتيني نافخه بتاخذي من ابو عبد العربيني 1000 ليره بقياني اللي معه فرق حساب، وبتاخذي من ابو معروف 2300 ليره حلاوه. فهمتي؟ يا عالم يا ناس شوفوا انا بشو هو بشو. يعطيك العافية يا أخي، دخينك الحقني. جوزي شرب زيت الكاس بدال المي ومعدته عم تفور وتغلي. يعني شو بتريدي؟ شو بتحبي نعطيه؟ بدي تعطيني دواء مشان ما يتسمم بزيت الكاس. وليش ما اسعفتيه يا أختي؟ ما رضي يا أخي ما رضي. جوزي من زمور الإسعاف بغوطين ومن شوفة السيارة تبع الإسعاف بصفرين. ماشي الحال، طولي بالك شوي. يا اخي الله يخليك عجل شوي، شو عم تقرا هلا؟ طولي بالك، انت نسياني اني انا صيدلي مو دكتور، ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخذ. الله يجزيك الخير، بس عجل شوي يا اخي الله يخليك، تاركته عم يبحث بالاراضي ويفرك من معدته ومصارينه على ولد. معدتي، مصاريني. الو مرحبا، يعطيك العافية دكتور. بدي اسألك سؤال الله يخليك، هلا إذا واحد شرب زيت كاس شو لازم نعطاه؟ ايه ايوه شو هالحكي؟ ايوه لا لانه انا كنت بدي اعطيه مقيئ. طيب يعطيك العافيه. يعني
طمني الله يخليك. شو قال؟ عم بيقول انه ما في ضروره للمقيء، لو اعطيناه كان ضربه الرئه. شو كان لازم نعطيه لك؟ ما في داعي ابدا، اذا ما صار معه مضاعفات ما في داعي لاي شيء، زيت الكاز بينظف المعده وبيقتل الدود، معه دود شيء. ايه شو بعرفني؟ شو انا قاعده بمعدته؟ شايفتك قاعد. وليش لحتى ما اقعد؟ ليش يعني لازم ضل واقف يعني؟ لا يعني ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، شو بدي اصير يعني؟ والزيت كاس اللي شربته؟ ما اثر فيني. دخلك انت منين شريتيها هي قنينة الزيت كاس؟ هلا لشو السؤال هذا؟ منين بدي اشتري زيت كاس يعني؟ من عند ابو قاسم؟ انا بورجيه لهالغشاش ابو قاسم. بتعرفي ليش ما صار لي شيء بعد ما كرعت نص قنينة الزيت كاس؟ ليش ما صار لك شيء؟ لانه مغشوشة نص مي، بس هيك حكمة الله. الله بعد اسمه بده يكشفه للغشاش. انا بورجيك يا ابو قاسم، اذا بكره ما جبت له التموين والصحة ولجنة مكافحة الغش وخرفت له بيته بكون اسمي ابو عابد. صباح الخير. الو خيرات. بسيطة، حسابك عندي. لك انا شو دخلني؟ اذا المعلم هيك بده. هلا صار ما دخلك ما؟ بسيطة. إذا ما بفسد عليك لأبي إنك كل يوم عم تاكل كيلو حلاوي، ما بيكون اسمي رامز. يعني رح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما؟ ضميري ما طاوعني. مينو هاد؟ يلا رامز، يلا. يلا على مدرستك أكيد، وحاجة بربدة بقى، ويا ويلك إذا خشيت مرة ثانية، يا ويلك. ماشي حالك. بسيطة. بخليه ينفعك. ايه؟ مين هو؟ ضميرك حكيت لي عنه قبل شوي. الله معك، مع السلامة. يا فوزي. نعم معلمي. تعال هون لشوف. تعود قدامي. خير معلم. لك آخ 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 يا فوزي، شو لك شو الدنيا هي؟ الناس صايرة مجبولة بالغش جبل. بتصدق اني امبارح بالذات امبارح شربت نص قنينة زيت كاز وما صار لي شيء؟ شو هالحكي؟ ما صار لي شيء، عم اقول لك مغشوشة طلعت مغشوشة. عجبك على الحكي؟ معقول ما صار لك شيء؟ لك مثل ما عم اقول لك ما صار لي شيء. لكن قدامك انا اخ، بس الواحد بهالدنيا ما عاد يأمن لشيء بنوب. انا بعرف حسابي معك يا ابو قاسم، بعرفه. بسيطة معلم بسيطة، المهم الحمد لله على سلامتك. ايه سيدي، شو بدك تفطرنا اليوم؟ شو رايك معلمي بمناقيش زعتر مع برات شاي؟ لا ما بدي مناقيش بزعتر، انا مناقيش بزعتر. الزيت اللي عم حطوه مع الزعتر مو مزبوط، مغشوش، عم تصيبني حرقه منه معدتي. ايه طيب، شو رايك بصحن فول مرتب مع رغيفين مشروحين وبصلتين تازه؟ لكن المشكله انه اللي عم يحطوا للفول عم يحطوا له مبيض مشان يفتح لونه، وكربونا حتى يستوي بسرعة، وملح الليمون بدل الليمون، وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي. بقى شلون بدي أمن آكل صحن فول من السوق؟ ما بأمن. مظبوط طبعاً معلمي، ما بيتأمن. معناته معلم ما لنا غير نعمل شوية شرحات ونحطه على رغيفين عجين بهالفرن. لا سيدي لا، ما بدي لحم شرحات. شو لحم شرحات تتعني؟ ما بدي لحم شرحات. تعرف ليش؟ لانه اللحم اللي بالسوق كله لحم بيلا واناتي. شو بدي امي باب؟ ابصر شو عم يحطوا كمان معه، ابصر. طيب معناته هلا شو بدك تفطر معلمي؟ شو بدي افطر؟ والله احسن شيء افطر حلاوي. حلاوي؟ ايه حلاوي. ليش مستغرب كل هالقد يعني؟ لا والله ماني مستغرب معلمي. اصبح لو محط لك صحن حلاوي مرتب من الطبخه الجديده. عود بقضى قيد رايح، نط اوام لعند ابو محدين جيب لي علبة من عنده. شو ما سمعت لسا؟ لا سمعت معلمي سمعت. إيه اسمعوا لي اطلع لبرا جيب لك حلاوي، ونحن عنا معمل حلاوي جوا. طب شو بدك يا شغلة انت؟ انت 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 شو بدك يا شغلة؟ اعمل لي القوم بعمل لك اوام. حاضر معلمي. اشو مجنون انا حتى اكل من الحلاوة؟ فريدة يلا عيني يلا، لسا ما خلصتي؟ يلا خمس دقايق بس.
شو خمس دقايق؟ صار لك ساعة وأنت بتقلي لي خمس دقايق. لا تقولي إلا خلصت، طول بالك. خفي إيدك شوي الله يرضى عليكي. يعني شو هالسهرة اللي رح تبدأ الساعة 10؟ فظاعة شو بتنق؟ الله يرحم جوزي الأولاني فوزي، كان يستناني ساعتين ولا أسمع له حس. هلا كل شغلة فوزي فوزي. شو أنت ما عندك سيرة إلا سيرة المرحوم فوزي؟ آسفة نعيم، مو بقصدي، بس انت الحق عليك، انت اضطريتني احكي هالكلام لانك انت استفزتني. ايه ماشي الحال، امشي هلا خلصيني امشي. شو رايك ويا الموسيقى فريده؟ حلوه كثير. الله يرحمه فوزي كان يموت فيها، وكان يحب يسمعها كل يوم قبل ما ينام. فوزي كان يحب هالموسيقى؟ اكثر ما بتتصور، كان مدمن. صح؟ صح نعيم؟ اشرب. على قلبك ان شاء الله. كيف هلا صرت احسن؟ لا احسن، شردقت. كملي اكلك. ما بعرف، حاسه حالي رح اشبع. لسه ما اكلت شيء. ما بعرف، انت مكتر اكل مو هيك؟ لا ابدا عادي. يعني ليش كل هالمقبلات؟ كان بكفي اربع خمس صحون، ضروري هالبحتره؟ يا ستي مو مشكله. انا قلت له للجرسون جيب لنا شويه صحون مقبلات، قام انبحت ونكت كل شيء بالمطبخ على الطاوله. لك بلاقوها فرصة لحتى ينزلوا أشكال وألوان على الفاتورة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت حريص بهيك شغلات. فوزي كان حريص الله يرحمه بالمطاعم؟ طبعاً، كان ينادي للجرسون ويقول له بتنزل حمص ومتبل وسلطة وكبة نية، ما بدي أكتر من هيك مقبلات، وإذا شاف صحن زيادة على الطاولة بيرجع له يا دغري وبيخصمه من الفاتورة. متفكر بخلا سمح الله؟ لا ولو، إيه معقول؟ بس هو هيك كان قد حاله وطبعه حامي وما بيحب حدا يغدره بقرش. بتعرف مرة شو عمل؟ لا والله ما بعرف، شو عمل؟ مرة تعشينا بمطعم غالي كتير، يمكن وقتها بمناسبة زواجنا. المهم طلعت الفاتورة 2500، مع إنه كنا لحالنا. إيه وشو عمل؟ أكيد ما دفع. يا سيدي نادى لرئيس القراصنة واتطلع فيه هيك من روس مناخيره وقال له بتجيب لي فاتورة نظامية بكل شيء وعليها ختم المحل. عينك تشوف قديش تكركبوا وتلبكوا، ما عاد عرفوا شو بدهم يعملوا. وجابوا الفاتورة؟ اجت انقص بألف ليرة. فظيع الفوزي، الله يرحمك يرحمك، شو كنت حربوه. الله يسامحك يا نعيم، هي ضروري هيك كل ما قعدنا مع بعضنا تذكرني بالمرحوم فوزي؟ ولا يهمك، الحق علي. معلش ما صار شيء، ما بدك تضيفنا شيء نشربه؟ على عيني وراسي. شو بتحبي تشربي، قهوة ولا شاي؟ مو فارقة. فوزي قصدي المرحوم فوزي، شو كان يشرب بعد الأكل؟ فريدة؟ يا فريدة؟ فريدة؟ وينه؟ مرحبا فريدة. أهلين نعيم. احذري شو جبت لك معي. مجلة المرأة؟ لا ما حذرتي. ملاقات الشعر اللي وصيتك عليهم؟ لا كمان ما حذرتي، الشغلة أهم من هيك بكثير. عن جد؟ شو جايب معك؟ جبت لك قطعة قماش. قطعة قماش تهريب. أما شو قطعة بتمزع العقل. تعالي أقول لك، تعالي أقول لك، تعالي أورجيك إياها. وديني. يا الله ما أحلاها. هي إلي؟ إلك أنا إلي. الله يسلم هالإيدين. إيه بس شو المناسبة؟ يعني ضروري يكون في مناسبة حتى أتذكر مرتي بهدية صغيرة. فعلا فاجأتني. بتعرف نعيم، أنا يوم عن يوم عم بكتشف إنك مزوق ورومانسي وحنون. ولو يا فريدة، أنت بتستاهلي أكثر من هيك بكتير. إلك أنا كم فريدة عندي أنا؟ خلاص روحي خلاص، شو في داعي للبكي؟ واجبي هذا، روحي واجبي واجبي، اعتني فيكي ودللك. قال مو مشان هيك عم ببكي. نعم مشان شو لك؟ عم ببكي لانك ذكرتني بالمرحوم فوزي. هلا هلا كان يحب هذا اللون. نفس اللون؟
كان ما يخلي مناسبة إلا ويجيب لي قطع فيها هذا اللون بالذات. كمان كان يقول لي يا فريدة أنت أي قطعة أواعي بتحلى لما أنت بتلبسيها، وكان يقول لي أنت مكانك مو بهالبيت، أنت لازم تكوني عارضة أزياء مثل كلوديا شيفر أو نعومي كامب أو ممثلة مثل كيم باسنجر. معتبرين أن عدداً من مكاتب الاقتراع نقل نتائج مغلوطة، وتشير النتائج بعد فرز 73% من الصناديق إلى تصدر المرشح المحافظ أرنولد إيلمان بحصوله على 48.85% من الأصوات مقابل 48.64%. ما بتمل من الأخبار؟ حطنا على المحطة الثانية. ما في شيء بالمحطة الثانية، حاطين مسرحية بايخة. ماشي حالة، بتضل أحلى من الأخبار. بعد 15 عام. معلش فريدة، أنا ماري خلق على هيك مسرحيات، وقال شو بسموها مسرحيات كوميدية. الله وكيلك يا فريدة، بس يقولوا مسرحية كوميدية نفسي بتنقبض وبدني بكش ومعدتي بتمغصني وبيتخربط كياني كله، وبس يقولوا مسلسل جاد بضحك وبصخصل. ايه والله بصخصخ من الضحك. لك فريدة ليش هيك عم ينجو؟ ليش هيك؟ الله يرحمك يا فوزي، كان مثلك هيك ما بيحب المسرحيات. لا هيك كان بالله. مرة طلعت براسي وضليت نق فوق راسه ليل نهار لياخدني يحضرني مسرحية. ايه واخدك؟ على مضض، مدري منين وقتها دبر بطاقتين دعوة لمسرحية كوميدية. المهم رحتوا. المسكين قعد لك بهالصالة ومكشر وكأنه قاعد بعزة، وهالناس حواليه عم تضحك وتتصهصل، وهو ما في غير مكشر وبارم بوزه وعقدته شبرين، ويميل علي ويقول لي ليش الناس عم تضحك؟ ما في شي بيضحك. وشو قلتي له؟ صرت قل له لك خلص فوزي، اضحك مثلك مثل كل هالناس، بعدين إذا حلق جارك بلدقناك. وبلدقنه؟ تعدمه، قام من نص المسرحية وسحبني من إيدي وركيد على البيت، وصارت لك يومي تخناقة وخناقة. الله وكيلك وصلت أصواتنا لآخر الحارة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت نزق وحمش. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا فوزي، إلهي يجعل مسواك الجنة ويحشرك حشر بين عباده الصالحين يا حق. سمعينا الفاتحة على روحه. عم قلك هلكتني يا أمي. اي والله هلكت. لا أمي مو قصة ما بتحبني، بالعكس فريدة بتحبني كتير ومو مقصرة معي بشي أبدا. إيه مثل ما عم قلك، المخلوقة أكابر كتير وصاحبة واجه. بعدين هذا مسواقك أمي. إيه مسواقك، أنت يلي خطبتي لي إياها وأنت يلي كنتي دائما تحليها بعيني. يعني ما بتتذكري شو كنتي تقليلي عنها أنت؟ كنتي تقليلي وإذا كانت أرملة يا ابني لا تنسى انها صغيره وبتبل القلب. ولما كنت اقول لك ما بدي اعلك لقمه عليك غيري كان ينطفئ بدنك امي، كان ينطفئ تماما. وكنت تقلي لي يعني ضروري اذا جوزها توفى تروح عليها المسكينه تقبر عظامي يا حق على هالجمال يلي عندها احلى من صور الممثلات. الله الوكيل، هذا صوتك امي، انت هيك كنت تقلي لي. بقى شيت اني مستغني عنها يا امي؟ والله مالي مستغني منوب، اذا كان لانه تفتيرتها عندي بهالبيت تنعش الفؤاد. ايه لا امي ما عم بحكي نائض ومنقوط. لا بس اللي مضايقني منها ذكر جوزها الاولاني. ايه طبعا، لانه ما عم ينشال من تمها ليل مع نهار، واحيانا عم يسبب لي العصبي كمان. صحيح صغيره يا امي وجرح صغير بطيب اوام، بس امتى رح يصير هالشي؟ امتى رح تطلع روحي انا التاني ورح الحق المرحوم فوزي ويصير اسمي المرحوم نعيم؟ شو بعد الشهر؟ الله يخلينا ياك يا امي، قسما بالله العظيم اتجرت، اتجرت تماما. لا وانا الثاني عم بستوعبها وما عم خجلها. وشو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد الاخلاص حلو، حلو الاخلاص. يعني بكره اذا توفيت انت الثاني يعني حلو تخلص لك، مو تنساك مثل يلي ماتت لقطه. الله يخليكي. ماشي الحال امي، على كل حال يعني الله يقدم لي فيه الخير. Yeah.
مرحبا فوزي. عفوا، مرحبا نعيم. اهلين فريزة. عفوا، اهلين فريدة. مين هي فريزة؟ لا لا ولا يهمك، عكت لسان. وليش عم تسمع فريد الأطرش؟ هيك خطر على بالي. بعلمي ما بتحبه. ايه صحيح، بس قلت لحالي ليش الفرحوم موزي المرحوم فوزي كان يحبه؟ اكيد في شي بصوته لهالمطرب، واكيد المرحوم كان عنده حس مرهف وعالي، وانا حاليا اشتريت كل البومات فريد الاطرش الغنائيه حتى اكتشف مفاصل الجمال بصوته ويلي كان الفرحوم موزي. عمك ما المرحوم فوزي اشطر مني واكتشفها. عدي لقلك، عدي شوي حتى نسمع فريد ونتذكر المرحوم. ليش وقفت؟ دقيقة حزن إجلالا لذكراه. غيره بتريد شي استاذ؟ لا ابدا سلامتك. وشلون بتريد الحمص؟ حمص بلحمة ولا سادة على وشه زيت؟ لا لا هاد ولا هاد. يا ريت تعجنوا لي الحمص بالزيت والكمون. على عين حاضر. ليش معجون بالكمون؟ مو الفرحون موزي، الفرحون المرحوم فوزي كان يكبه بحمون؟ يحبه بكمون؟ مبلا. وانا بدي اعمل مثله، لانه فعلا هالزلمه كان يعرف طعم التمه منيح. ايه ايه فريده لا تستغربي، والانسان يعني لازم يخلص لذكريات صغيره للمراحيم، بقى شلون اذا كان المرحوم شريكه؟ شريك مين؟ شريكي السابق فيكي. ايه الله يرحمك يا فوزي ويحسن إليك. مرحبا فريدة. أهلين نعيم. ليش تأخرت كل هالقد؟ شو هاد اللي جايبه بإيدك؟ مفاجأة. شو هي؟ حزري. لتكون جايب الصورة اللي عجبتني بالمعرض للؤي كيالي. لا مو للؤي كيالي. لناظم الجعفري. ولا ناظم الجعفري. لكن صورة الطوفان لخزيمة علواني. لا ستي كمان ما حزرتي. طب استنى استنى، لا تقلي يا سيدي انت اشتريت صورة الفوتوغرافية لدمشق القديمة تبع قطيبة شهابي. هلأ رح تعدي لي رسامين البلد كلياتهم؟ طيب عجزت لمين؟ يا ستي هالصورة للفرحوم موزي. الفرحوم المرحوم فوزي. المهم مرقت على المصور يلي كان يتصور عنده جوزك المرحوم، وقلت له يكبر لي صورة تكون واضحة له وفاء منا لذكراه. شو رح تعمل؟ بدي علقها محل صورتي. محل صورتك؟ ليش صورتي؟ انا عالطالعة والنازلة بتشوفيني وشخصي كمان. اما هو المسكين ما بتشوفيه منه، صارت عظامه مكاحل تحت البلاطة، ساكن جوا القبر ساكن. والله ما اكون محله بستوحش انا. ها روح عنا يا تعال. شوفي لي اياها قعد بالنص مايل. لا مو مايل، نزل ماشي الحال. شوفي فريده ما بدي احلف يمين، بس هالصوره هي ما بتنشال من صدر الصالون. حلو الوفاء للمراحيم، حلو. لا تقولي شوفي ما احلاها. لك شوفي فريدة. يا فريدة. نعم. طولتي ما بدك تنامي؟ يلا يلا جاي، فرشيت اسناني ودقرت باب الزقاق. شو جاب هيك بيجامة لهون؟ أنا طالعتها. ليش بقى؟ لأنه هاي بيجامة الفرحوم موزي المرحوم فوزي مو بيجامتي. بقى قلت لحالي أحسن مالك ضاببتيها بالخزانة وما بعرف لشو. قلت لحالي يا ولد طالعها وحطه قدامك حتى نتذكر المرحوم فوزي انا وياكي وندعي له ونطلب الرحمه لروحه. هلا شو بدك انت بهالقصص المعده؟ فكري مشان هلا المرحوم مات وشبع موت، لشو بقى هالحركات اللي ما لها طعمه؟ فعلا انك انسان غريب، وانا ما عاد اقدر اسكت على فصولك من هلا ورايح. فريده 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 شو رح تعملي؟ ما دخلك.
الله يصلحك، ليش هيك قمتي صورة؟ طبعا بدي قيمة، شو شغل هالمجانين هاد؟ فظاع على هالقصة، إذا فقت على بكرة بلاقي صورة فوزي بوشي، إذا فتحت المسجلة بيطلع لي شريط فريد الأطرش عم بيستناني، إذا قعدنا على الغدا بلاقي صورة فوزي الصغيرة مدحوشة بيناتنا على الطاولة. إيشو هالعيشة هي؟ قسما بالله قمطني قلبي، هيك بدنا نقضي عمرنا؟ ما بتعرف إنه الحي أبقى من الميت؟ بعرف والله بعرف، بس أنا فكري بلا فكري بلا مكري. طيب يعني والله مو حلوة، هلا هيك الإخلاص للزوج؟ بحاجة إخلاص وأريدة إخلاص، يعني ضروري أدفن حالي مع المرحوم مشان الإخلاص؟ بعدين أنا صار لي 9 أشهر ما خلصة، وآخرتها طلعت إيد المسألة. يعني ما بعرف، هيك فكري؟ طبعا هيك فكري. إيه بس هذا المرحوم فوزي، وفوزي جوزك مو جوزي. بلا جوزي بلا موزي، يحرم علي بعد اليوم إذا بقيت تسمع اسمه على لساني بهالبيت. إيه بس هيك. طب أنا شو بدي أعمل إذا الله أخده؟ ضروري ضحي بسعادتي كمان؟ طيب نحن هلأ عنا مشكلة حقيقية، شو بدنا نساوي بهالبيجامة؟ حطها على جنب، بكرة بفصلها مماسح غبرة. طيب، وأنت اللي قلتي؟ ها؟ نعيم؟ نعم. شف لي إياها، مايلة شي؟ أعوذ بالله، ظابطة 100%، هلأ أنت عيني. هي عيني.